مرحبا واهلا فيكم بقناتي. بفيديو اليوم رح اعمل كيك البرتقال، كتير طيب، بيطلع خفيف وهش. طريقته كتير سهلة ومكوناته كمان كتير بسيطة ومتوفرة، واكيد كل هالمكونات حتكون مكتوبة باسفل الفيديو بصندوق الوصف. ما تنسوا تشتركوا بقناتي على اليوتيوب وتتابعوني على السوشيال ميديا. وقبل ما نبلش بس بدي اخبركم عن شغلة، انه لحتى يوصلوا لكم الفيديوهات اللي انا بنزلها لازم تضغطوا على هيدا الجرس، بيكون موجود حد كلمة اشتراك او سبسكرايب. بعدين تضغطوا على هيدا المربع اللي انا محوقيته باللون الزهر وتحطوا سيف او حفظ، وهيك كل ما انا نزل فيديو بيوصلكم وبيبين عندكم، بالاحرى بيوصلكم اشعار انه انا نزلت فيديو. فما تنسوا تضغطوا على الجرس، كتير مهمة. وهلا رح نبلش بالوصفة. نحن بحاجة لطحين، عصير برتقال طازة، زيت نباتي، اكيد كمان بحاجة لبيض، فانيلا سائلة، شوية من السكر، برش البرتقال، واكيد شوية من الملح، بيكنج باودر والبيكنج صودا. بوعاء زجاجة حطيت البيض ورح ابدأ اخفقهم كتير منيح لحتى لونهم هيك يبلش يصير فاتح وينخفقوا بشكل كتير منيح ويكبر حجمهم شوي. فهيك كتير منيح. هلأ رح ضيف السكر وبكمل بخفق كتير منيح لحتى حبيبات السكر تدوب مع خليط البيض. لون المزيج لازم يكون عندكم هيك فاتح كتير. هلأ رح ضيف الفانيلا السائلة والزيت النباتي وبكمل خفق كل المكونات مع بعضها لحتى يتجانسوا كتير منيح. هلأ رح ضيف برش البرتقال، كتير مهمة بيعطي نكهة كتير طيبة. طبعا رح ضيف عصير البرتقال الطازج وبكمل بخفق بهالشكل كتير منيح. رح انتقل هلأ للمكونات الجافة. عند طحين، بيكنج باودر، بيكنج صودا وشوية من الملح، بخلطهم منيح مع بعض. بعد هيك رح ضيفهم على الخليط السائل وبكمل بخفق لحتى كل هالمكونات تتجانس مع بعضها وينخلط كتير منيح وخليط الطحين عندي يختفي. بس ما لازم اخفق زيادة عن اللزوم ولا الكيك بيطلع معي شوي هيك جاف. طبعا ما تنسوا تقحطوا جوانب الوعاء لحتى كل شي ينخلط مع بعضه بشكل كتير منيح. فبمجرد ما اشوف انه خلص الطحين اختفى بوقف تحريك. في عندي هون قالب الكيك دهنته كتير منيح بالزبدة ورشيت عليه كمان الطحين لحتى الكيك ما يلزق فيه، وبسكب خليط الكيك كله بشكل متساوي من كل الجهات. وبهالوقت لازم تحمل الفرن على درجة حرارة 350 فهرنهايت تقريبا 180 سلسيوس، وتخبزوا الكيك لمدة تقريبا 45 ل 50 دقيقة. بهالوقت رح اعمل صلصة السكر يلي رح رشها على الوجه، هيدي اختيارية. بحاجة لسكر بودرة، عصير برتقال وشوي من برش البرتقال. طبعا رح ضيفهم كلهم مع بعض واخلطهم كتير منيح. اول شي بلشوا بكمية كتير قليلة من عصير البرتقال، بعدين انتوا عم تحركوا بتشوفوا قديش كثافة هيدي الصلصة بدكن اياها، اذا بدكن اياها سميكة او خفيفة. فانا عندي هون الكثافة اللي لها كتير منيحة هيك بدي اياها، منا كتير سميكة ولا حتى كتير خفيفة. في عندي هون هلأ الكيك خرجته من الفرن، انا اخد معي تقريبا 45 دقيقة، رح شيله من القالب وحطه على شبك لحتى يبرد كليا. بعد ما يبرد رح اسكب عليه الصلصة. هلأ مثل ما ذكرت انه هيدي الصلصة طبعا اختيارية، يعني اللي بحب يعملها في يعملها واللي ما بحب اكيد في يستغني عنها. هلأ رح فرجيكم الكيك من جوا كيف كتير طري وهش وبيطلع كتير خفيف وكتير طيب وريحته ولا اروع من هيك. طعمة البرتقال فيه كتير طيبة وطالع كتير طري مثل الاسفنج، يعني عن جد بنصحكم تجربوه. مثل ما شفتوا طريقته كتير سهلة ومكوناته كتير بسيطة. فهيدا كان كل شي لفيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم وحبيتوا الوصفة. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة إذا بعدكم مش مشتركين، وتشوفوا بقية الفيديوهات، وانا ان شاء الله بشوفكم بفيديو تاني. باي.